إن كان طالب العلم بالدراسة النظامية فإنه يقرأ المقررات، الكتب المقررة يقرأها ويفهمها على المدرس، وإن كان في غير الدراسة النظامية يقرأ على أحد المشايخ، فإن الشيخ الذي يقرأ عليه هو الذي يختار له الكتاب المناسب. وأما أنه يقرأ الكتب مطلقا بدون رجوع إلى العلماء فهذا خطر، قد يقرأ كتابا فيه دس أو فيه شر، وقد يقرأ كتابا جيدا لكن لا يفهمه، يفهمه فهما خاطئا، فلا بد من الرجوع إلى أهل العلم في كلا الحالتين، دراسة النظامية أو في الدراسة المطلقة. نعم.